أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد فدوى سلام هذا ما فعلته سلطنة عمان مع أميرة شنفري بسبب منشورتها الخادشة للحياء. شنت السلطات القضائية في سلطنة عمان حملة ضد المحتوى الخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بإغلاق حسابات عدة لمشاهير السوشيال ميديا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحكاما قضائية صدرت ضد بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة لأسباب خادشة للحياء والإخلال بالآداب العامة، ولم تشير وسائل الإعلام العمانية إلى أسماء المشاهير الذين أغلقت حساباتهم، لكن ناشطون عمانيون أشاروا إلى أن المقصود فدوى سلام وأميرة شنفري المعروفة بلقب أميرة الكون. وتصدر هاشتاغ أميرة الكون قائمة الترند الأكثر تداولا في سلطنة عمان، والذي أشاد عبره الناشطون بالقضاء العماني ودوره بالمحافظة على صورة السلطنة المحافظة. فكتب الناشط العماني علي مقبالي: خبر جدا مفرح، ونشكر محكمة القضاء على هذا الحكم، ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات التي لا تمد الشعب العماني بصلة نحن مع القضاء العماني. وأشاد آخر بالمجتمع العماني الذي لا يزال مصرا على التمسك بأصالته، وكتب: الحمد لله ما زال المجتمع متمسك بأصالته والقيم التي تربى عليها، وشكرا لقضاءنا على وضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة لكل ما هو عماني. وأشارت مغردة باسم إمجوري إلى موقف أبناء هؤلاء المشهورات، وكتبت: دائما الأم تكون قدوة للأبناء، فلماذا نضع أبناءنا في مواقف محرجة وتنمر من المجتمع بسبب مقاطع جدا غريبة ولا تمت للعقل بأي صلة؟ ما هو الهدف من كل هذا؟ الحياة بسيطة ولا تريد كل هذا الإسفاف. وأشاد سعد بتوقيت الحكم بإغلاق حساب أميرة الكون وفدوى سلام، وكتب: توقيت ممتاز لوضع حد لتكاثر هالنوعيات التي تأثرت بتقليد مشاهير من دول الجوار وأفعالهم لا تمت بالعادات والتقاليد بصلة. هالنوعيات تنشر سموم وأفكار بقصد أو غير قصد لتخريب النشأة وتحويلهم إلى مفرغين فكريا ومستهلكين شكليا حتى غذائيا. وكان الناشط العماني منير البلوشي أول من أعلن عن صدور حكم قضائي بإغلاق حساب مشهورتين عمانيتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال منير البلوشي بفيديو متداول أمس السبت: صدر حكم قضائي في أحد المحاكم لدينا بإغلاق حسابين لمشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي، والسبب طبعا المحتوى الذي يقدمانه الخادش للحياء ولا أخلاقي. وتابع البلوشي بين قوسين: إخلال بالآداب العامة، وهذا يدل على نزاهة القضاء وعادات القضاء لدينا في سلطنة عمان. وأضاف: العبرة التي أريد إيصالها للأخريات: إلزموا حدودكم واستروا عوراتكم وخصوصياتكم، دعوها لكم، الآن القانون الأنقص. ورجح العمانيون أن يكون منير البلوشي يقصد بكلامه مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة فدوى سلام البوسعيدي. وتصدر هاشتاغ كلنا مع فدوى سلام الترند في السلطنة، وعبر المغردون خلاله عن صدمتهم من أن الهاشتاغ يبدو في ظاهرة دعما لفدوى سلام، بينما يحمل في طياته إشادة واسعة بإغلاق حسابها وغضبا من المحتوى الذي تقدمه. وتعتبر أميرة الكون سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتروج من منتجاتها دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها. وسبق أن قالت أميرة الكون في لقاء إعلامي أن الفضل في نجاحها يعود إلى سلطان قابوس وإلى القوانين التي تم تطبيقها من أجل حفظ حقوق النساء، بالإضافة إلى مشاركة الأسرة والأولاد في العمل. وأكدت أميرة الكون في ذلك اللقاء قبل أعوام على أن الثقة والدعم المعنوي اللذين أعطيا للمرأة جعلها تتميز عن النساء في بلدان أخرى. وأشادت أميرة الكون بالقوانين التي ساعدت المرأة على ممارسة عملها دون الخروج من بيتها، وخاصة منحها التصاريح التجارية التي تسمح بالعمل من داخل منزلها.